الخاصة بمنافسة الجعدان اللقاية المحليات. نبدأ بالصدارة ونتابع المقدمة والمركز الأول، وهنا على البداية الأولى سلهود لسلطان بن خميس بالصوب الفتبي يحتل البداية والمركز الأول، بينما النقلة إلى المركز الثاني. المركز الثاني يتقدم هذا مصدع سلطان بن عبد الله بن كحيد بن ضاحي العميمي، بينما في المركز الثالث هذا مريح لحارب بن محمد الحمد الاكتبي. والمركز الرابع، المركز الرابع نؤخر شوي لنتابع المركز الرابع الوصول في هذه الانطلاقه وهذا المسار الجميل. ياتي هنا مقفي عتيج بن عبيد بن حارب الرميثي على المركز الرابع، والمركز الخامس ياتي تشويش لسالم بن عامر بن عمهي المنصوري، والمركز السادس ياتي هنا سمسار لمحمد بن حمد بالضبيب الشامسي، يتقدم مع سمسار اللي على المركز السادس في هذه الانطلاقه، بينما نتابع المركز السابع. المركز السابع ياتي شاهين حميد او حمد بن حميد بن علي المشايخي، والمركز الثامن، المركز الثامن نشوف الوصول في هذه اللحظات، هذا يتقدم ادهم محمد بن سيف العبد النعيمي، وعاشرا من الجانب الاخر. المركز العاشر ياتي فيه ملازم ايضا الشدي بن حماد بن سالم بن عبد الله الاكتبي. هكذا مشاهدينا الاعزاء ومتابعينا الكرام نتيجتنا للعشر المراكز الاولى، ووفينا لمسامعكم هذه الاسامي وهذه الشعارات المتواجده في تحديات هذا الشوط. عودة من جديد، عودة إلى المقدمة وإلى البداية إلى المركز الأول في هذه اللحظات. عودة إلى مقدمة الشوط، عودة إلى المركز الأول، ومصدع على مقدمة الشوط، مصدع اللي تعود ملكيته لسلطان بن عبد الله بن كحيد بن ضاحي العميمي على مقدمة الشوط على البداية الأولى، بينما سلهود على المركز الثاني لسلطان بن خميس بالصوب الاكتبي، بينما في المركز الثالث وفي المركز الثالث ياتي هنا مريع لحارب بن محمد بن حمد الاكتبي. والمركز الرابع، المركز الرابع شوف الوصول، شوف الانطلاق من سمسار محمد بن حمد بالضبيب الشامسي ياتي هنا مع هذه الانطلاقه، بينما شعار الناطق الرسمي يقدم مقفي عتيج بن عبيد بن حارب الرميثي مع هذه الانطلاقه. يا سلام يا سلام على المنافسة، يا سلام على التحدي في هذا الشوط في هذا الانطلاق الجميل. الله 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 على التحديات وعلى المنافسة في هذا الانطلاق الجميل، وها هو شعار بن قحيد وأهالي سويحان أهالي ميدان التراث مسيطرين على مقدمة الشوط. ركز يا أبو عبد الله، ركز مع هذه الانطلاقة مع هذه الاندفاعة اللي يقدمها على البداية الأولى مصدع سلطان بن عبد الله بن كحيد بن ضاحي العميمي، والكيلو والمتر الأخير، الكيلو الأخير. المركز الثاني، المركز الثاني سلهود سلطان بن خميس بالصوب الاكتبي على المركز الثاني، والناطق الرسمي ياتينا ويقرب علينا بمقفي عتيج بن عبيد بن حارب الرميثي. وركز خلك مركز يا الناطق الرسمي، ولكن شوف شعار اهالي المصانع الجنوب قادمين مع هملول مبارك بن ناصر الرملي العامري يتقدم على المركز الرابع. المركز الخامس، المركز الخامس ياتي هنا مياس سعيد بن عتيج بالعرطي الحميري المتمرس، واصل المتمرس واصل قادم هنا مع هذه الانطلاقه مع هذا التحدي المثير، ولكن هنا مصدع على البدايه روح
ابو عبد الله روح روح وصدر تعليماتك. وهناك اهالي سويحان يترقبون الانتصار يترقبون الفوز. ومصدع على البدايه سلطان بن عبد الله بن قحيط بن ضاحي العميمي، لكن شوف وراقب وتابع بالوصول في هذه اللحظه. واصل هنا هملول مبارك بن ناصر بن رملي العامري، وهناك مشغل محمد وسالم بالمر السبوسي قادم مشاهدي الاعزاء مع المركز الثالث. الامتار الاخير الامتار الاخير، ومصدع البدايه مصدع المركز الاول. بالرملي يحاول بالرملي يحاول، السلامات وين؟ ميدان التراد ميدان التراد، ام هناك المصانع الجنوبيه؟ اللحظات الاخيره اللحظات الاخيره. بالرملي بن قحيط بن قحيط بن قحيط بالرملي، الامتار الاخير الامتار الاخير. سلام يا هملول، تحيه للمصانع الجنوب، تهانينا لمبارك بن ناصر بن رملي العامري على هذا الفوز. المركز الثاني مصدع سلطان بن عبد الله بن قحيط بن ضاحي العميمي. المركز الثالث المركز الثالث كان الوصول من مشغل محمد بن سالم بسيب المر السبوسي. هكذا نتيجتنا للثلاث المراكز الاولى. عوده الى التوقيت الزمني وساعه الوصول الى خط النهايه بسبع دقائق 46 ثانيه. تهانينا والناموس لمالكه ايضا مبارك بالناصر.